السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم موضوعنا هو السيرش نات. طبعا السيرش نات هي الفكرة من عندنا انه يعمل لك change للباكت سورس ادريس، انه لما بتجي الطلبية من اليوزر المستخدم او المشترك بيجي للراوتر اوتوماتيكيا حيغير من عندها عن طريق النات ترانزليشن تيبل. تذكرون النات تيبل؟ تذكروها لما شرحناها انه بياخذ الاي بي وبيضع اي بي خاص وبيضع على بورت خاص. هذا هو السيرش نات. اوكي، هذا هو السيرش نات، انه بيعمل تشينج للسورس ادريس. اضف الى ذلك انه ممكن عن طريقه تعمل كونكت للبرايفت نتورك، عفوا تعمل كونكت للبرايفت نتورك بالانترنت عن طريق الببليك اي بي، لانه احنا هذا الشيء احنا شرحناه بالسيرش نات، يعني بالموضوع النات، انه السيرش نات الفكره من عنده انه يجعل البرايفت اي بيز يتصل بالانترنت عن طريق الببليك اي بي، وهذا الشيء احنا شرحناها لما قلنا لما ترسل حاسبه وات ايفر كان الاي بي 192.168.1.1 او 1.2 مثلا، لما يرسلها هذا يعتبر سيرش نات. لما يصل للراوتر، الراوتر حياخذ الاي بي برايفت يضع مكانها الببليك ويضع مكانها بورت اخر، لكن حيحفظ الاي بي والبورت القديم اللي كان عايد لحاسبه اخرى حيضعها في النات تيبل. جميل جدا. بعد ذلك حيبدي كبوبليك الراوتر يتصل ببوبليك اخر، فبهيك حاله احنا نقدر نعتبر هذا السيناريو هو سيرش نات. ابسط مثال للسيرش نات، ابسط مثال للسيرش نات، لو نجي على الاي بي الفاير وول، هذا اللي احنا قمنا بعملها الماسكريت في الحلقات الاولى السيرش نات. لاحظ تشين عندك سيرش نات، اوكي، هذا ابسط دليل على السيرش نات. الماسكريت هو احد انواع السيرش نات اللي احنا عملناها سابقا. لاحظ مختارين سيرش نات لان عملنا الاكشن هو الماسكوريد. اذا الماسكوريد هي احد انواع السيرش نات. فننتقل للسيرش نات ليميتيشن. انت عندك في السيرش نات مجموعه اشياء محد يعني يقوم بتحديدها، يعني انه السيرش نات ايضا فيها اشياء محدده. مثلا حتى تتصل، حتى تجعل انه الانترنال سيرفرز، يعني مثلا انا ربطت هنا مثلا سيرفر سينتوس رايد هات في دورة، لما اربطها بهذه الحاسبة بالمايكروتيك حتى تستطيع انه انت تتصل بالسيرفر اللي انا عندي في البيت. اوكي، ما ممكن تعملها الا عن طريق الديستنيشنات، يعني عفوا ما ممكن اتصال الانترنال سيرفرز عن طريق الاوتسايد بدون انه انت تعمل له destination نات، لانه destination نات يحتاج مقصد من الكلام انه انت، انا عندي سيرفر خاص في البيت ومربوط في المايكروتيك، انت موجود في دولة اخرى، محافظة اخرى، حتى تستطيع انه تصل الي تستفاد من الخدمة اللي انا بعطيها لازم اعمل لك destination نات. لان احنا قلنا اللي يذهب من المستخدم، انا السيرفر مالتي حيعتبر مستخدم لان المايكروتيك هو الاساس، فالمايكروتيك هو حيعطي للسنتوس سيرفر، فالسنتوس سيرفر لما يرسل شيء للمايكروتيك هذا حيعتبر نات، سيرش نات، صح؟ لكن خروجه ووصوله الى الانترنت، اوكي، هذا كله سيرش نات. لكن اذا شخص اخر حاول انه يصل الي، هذا لازم يكون عندك ديستنيشن نات، اي بمعنى انه هنا السيرش نات في عندها ليميتيشن، اشياء يقوم بتقليص السيرش نات، انه انت يشترط عليك انه يكون عندك ديستنيشن نات موجود. اوكي، اضف الى ذلك انه في السيرش نات في عندك بروتوكولات تحتاج الى النات هيلبر. النات هيلبرز ككلام مضبوط، النات هيلبرز حتى تشتغل بصوره صحيحه. زين، ما هو النات هيلبر؟ لو اخذنا فكره النات هيلبر، شو هو النات هيلبر؟ اوكي، النات هيلبر موجوده في السيرفيس بورت. السيرفيس بورت هذا يعتبر النات هيلبر. يعني مثلا انت عندك هنا ال FTP 21، اوكي، في عندك ARC على هذا البورت، في عندك مثلا السيب عندك 50 60 50 61، اوكي، في عندك TFTP على 69. اذا السيرش نات في عندها ليميتيشن، اي بمعنى انه انت لو حبيت انه تفعل خدمه مفروض تكون مفعله في النات هيلبر، وفي اشياء انت ممكن تستفاد من عندها بالفايروول. يعني مثلا مفروض من عندك دائما في الفاير وول مجموعة يعني بوينتس، نصائح اعطيك اياها بالفاير وول، دائما حاول تضيف كومنتس. لاحظ هنا عندك الو استبلاشت كونكشن، يعني حاول تضع كومنت. الفكره من الكومنت انه انت حتى تعرف هذا الرول شو هو الشغله بالضبط.
اوكي، ومنها ممكن انه تعمل فلترنج على فكره، يعني مثلا تختار هنا فورورد فقط، او تختار مثلا الاوتبوت فقط، او تختار الستاتيك، او تختار الفيروسز مثلا فقط. اوكي، فاذا انت مفروض من عندك انه انت دائما تعمل كومنتس للرولز اللي انت بتستخدمها حتى في النات. لاحظ احنا كنا بنضع رولز حتى نعرف احنا شو بنشتغل بيها. اضف الى ذلك ممكن انه انت تعمل كونكشن تراكينج، اي بمعنى انه انت تعقب الاتصالات اللي بيتصل بالراوتر. اوكي، خلونا نشوف التايم 5 minutes. كيف اتعقب هذا الشيء؟ طبعا الكونكشن تراكينج الفكره من عنده انه هو يعمل لك اداره للانفورميشن، للمعلومات، للاكتف كونكشن، للاتصالات الفعال الموجوده عندك، مو الاتصالات اللي ما موجوده. يعني انا اتصلت بالمايكروتيك بعد ذلك فصلت نفسي، هذا ما راح يعمل تراكينج. لكن الاتصالات الفعاله الاكتف كونكشنز ممكن انت تعمل لها تراكينج وتعمل على اداره الانفورميشن في داخلها. طبعا المفروض انه التراكينج حتتفعلها لازم يكون انيبلد بالفلتر والنات. اوكي، فحتى نشوف الكونكشن تراكينج نذهب للكونكشن. لاحظ هنا أنا مجموعه كونكشنز موجوده. هنشوف التايم، خلونا نوقف هنا حتى يكون كونكشن تراكينج ايضا موضوع خاص بها. لهنا نقول لكم مع السلامه.